بكل احترام وتقدير وحب. الرحمن انعم علي بالاصابه واكرمني بيكم، ودعائكم عني على الاصابه، والكتيبه 101 بدايه الطريق للجنه فيها. فيها المقاتلين، فيها المحاربين، فيها المصابين، فيها الشهداء. ونموذج المصابين يا فندم في مستشفى المعادي، في منهم مصاب بتر في القدم اليمنى، وفي اليسرى، وفي القدمين احمد البكري، إيهاب عبد السلام، أبا نوب، صالح محبوب. أحمل لهم كل احترام وتقدير وحب، جواهم ولاء وإحساس ومشاعر، جملهم وطنية، ربنا يحفظهم ويكمل شفاهم. وأقل قليل إن من هذا المكان نوجه لهم الشكر والتحية. ونطلع من اهمال فن صالح الشيخ زويد، بتضرب علينا نار والحمد لله عمري ما خفت في حياتي. واخر مره برضو ساعه ما اتضربنا علينا 3 ضربات الحمد لله. والله كان نفسي ان انا يعني اتفحم كده عشان حتى ابقى شهيد كده في سبيل الوطن. مش يعني انا فرحان الحمد لله ان رجلي في الجنه. يعني انا حتى لو يعني لو ربنا قدر لي ان انا امشي على رجل واحد وارجع تاني، مش كلام والله ما هو كلام، ارجع تاني عشان برضه اخد حق اخواتي. والله هيلعب كوره، والله بالاجهزه هتلعب كوره والله. وبقول لك انا من دلوقتي سواء انت سافرت ما سافرتش، بقول لك من دلوقتي احنا ماسكين فيك بايدينا واستنى الاجابه. هيتعمل لك احسن حاجه هنا او بره، هتقعد معانا، بقول لك هتشتغل معانا، مش هنسيبك. فهمت؟ فهمني ولا مش فهمني؟ مش هنسيبك. وان شاء الله لو قفت على رجلي تاني واحتاجوني استدعى في الجيش هروح انا واخواتي. لو عايز تروح تقاتل هخليك تروح تقاتل، بس انا هتقاتل معانا في اتجاه تاني. يشرفنا انك تستمر معانا على طول. انا عايز اروح معاك في الجيش يا جدع. والله فعلا اقسم بالله اروح يا ابني انت ونال اغسل لكم هدومكم. لا اله الا الله. اعمل اي حاجه نفسي اعمل. والله العظيم انت يا كبير. بالله العظيم انا كنت بقول لابني انا نفسي اعمل حاجه. اسمع مهاب انت Thank you.
شكر ما حدش يتفهم. واحنا كمان بنشكرهم على مجهودهم اللي بذلوه معانا كل من يوم ما دخلنا المستشفى لغايه النهار لغايه الوقت اللي احنا فيه ده والناس دي بتتعب معانا. اوضح لحضرتك بس الاول والدتك قالت ايه؟ قالت انا عايز اروح هناك لعيش. ليه يا حاجه في ايه؟ قالت عايز اطبخ لهم واغسل لهم هدولهم. تخيل بقى لما تكون والدتك بتقول كده يبقى هو هيعمل ايه؟ هو يعمل ايه؟ ان الناس دي تعبت معانا يعني احنا حسينا ان احنا عملنا حاجه وفي ناس بتقدر. واقف على رجليا كده يعني ممكن لسه مفيش اتزان قوي بس انا يعني كنت عايز ادي لحضرتك التحيه قبل ما تيجي بس انا لابس ملك مش هينفع. اسمع عنكم كل خير والله الحمد لله. مش عايز اخرج من المستشفى يعني اقعد في البيت. حضرتك مين قال لك كده؟ عايز انا اطلع. مين قال لك انت تطلع مستشفى تقعد في البيت؟ لا مش هتقعد ان شاء الله بقى يعني كده بقول الوقت بس اقرب مكان للمكان اللي ساكن فيه يشتغل فيه ده طبعا كان في المقام الاول. ان الجيش ما سابناش يعني الحمد لله اتصابنا في الجيش والجيش ما سابناش الا لما وقفنا على رجلينا الحمد لله بقينا احسن من الاول كمان. تعالى بنقول ارجع تاني اقول الحته بتاعت الشغل بتاعت الاماكن بتاعت الشغل انا ما حدش يقلق من الحته دي خالص. اقرب مكان ليك هتشتغل فيه اقرب مكان وزي ما قلت لك اشتغل في المكان بمرتب مختلف عن المكان. بجد ان انا واحد يقابلني يقول لي انت بطل دي انا عمري في حياتي ما تخيلت ان انا ابقى كده ولا حتى افكر ان انا اقف مع حضرتك او اتكلم مع ستك كده. يعني انا مثلا ايه لو احتاجوني مثلا في اي وقت ان انا اروح مراكز تدريب واتكلم مع العسكري لسه داخله جيش واحمسهم واقول لهم انا حصل لي موقف كذا 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 وانا بخدم في مكان كذا 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 وحضرت كذا 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 انا اقسم بالله ما هتاخر والله العظيم ما هتاخر. وانا يا فندم برضه من مكاني هنا بقول لكل الناس اللي ما خدمتش ليش واللي هو يعني خايف ان هو يروح مكان زي مكان في العريش او في رفح او في الشيخ زويد او اي اماكن اللي هي كل يعني اعتبر دي حاجه فدا لاهلك وفدا لبلدك وفدا لوطنك حتى هتبقى مذكوره ليك لو استشهدت هتبقى مذكوره ليك مدى الحياه ان انت راجل ضحيت بعمرك وبحياتك عشان خاطر بلدك. دي مش حاجه صغيره ده فعلا ده حاجه كبيره واي حد في الدنيا يتشرف فيها. وانا دي يعني الحادثه اللي حصلت لي دي اتعلمت منها كتير فعلا. انا اتمنى ان كل الناس تكون سمعاني دلوقتي ويا ريت ياخدوا كلامي ويعملوا بيه. شعب مصر الحر.